Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao. Ciao. Basta. Bella ciao. Ciao. بس قول بلا تشاو بتروج بس قول هذه الكلمة بروج الدنيا. مهم أنا امبارح نزل موسم الرابع من لا كاسا دي بابيل ماني هيست، فأكيد كلكم سامعين فيه، كلكم. فأنا اليوم بجاي لكم شو حيصير، شو صار وشو حيصير بكل المسلسل الجزء الرابع، بما أنه أنتم يمكن يكون بعضكم مش حاضرينه أو مش ملاقيينه او شو ما كان يكون، جايين نحكي واعطي رايي كمان بهيدا المسلسل لا كاسا دي بابيل. شو بصير لا كاسا؟ ما صار شيء. لا كاسا دي بابيل، اوكي. مهم طلع عنا كلمتين اللي هن لا كاسا دي بابيل وبلا تشاو امبروج. المهم ما عادش حقول هذه الكلمات. اهم شغله انه لازم هسه نحكي كثير 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 على هذا الموضوع، لانه هذا المسلسل رهيب رهيب. غير عن هيك، اول سبويلر حقولها هي انه في جزء خامس وبعتقد كمان في جزء سادس، فخلينا نبلش بسبويلر رقم واحد. نحن بالجزء الثالث انتركنا باخر خمس دقائق من اخر حلقه بالجزء الثالث، انتركنا بشيء مهم وهو اللي خلانا ياخذ افكارنا لبعيد ونشوف معقول يصير هيك ومعقول يصير هيك. المشهد لما راكيل البروفيسور فكرها ماتت وهو عم يهرب بالغابة وعم بيقول لها راكيل هروبي راكيل هروبي راكيل ابصر شو هالحكي، اوكي انتركنا هون. فهلا بالجزء الرابع كملت هيدا الشيء. اول شغله البروفيسور كان مفكر راكيل اللي هي لزبن انه ماتت، بس لما كان عم يتحاور مع طوكيو لما اعلن الحرب على مركز الشرطه وكل شيء، فقال انه لطوكيو انه لزبون ماتت، بس طوكيو قالت له شو؟ قالت له انه ما فرج الجثه ولا قالوا على الاخبار، فهذا الشيء خاطئ. فهو هون حس انه راكيل بعدها عايشه وانه موجوده بالخيمه اللي بوجه شو؟ اللي بوجه البنك اسبانيا اللي هن عم يسرقوه. هي اول شغله. تاني شغله ليتاكد من هيدا الشيء راح ووقف مع المتظاهرين مع رفيقه اللي هو شخصيه جديده اسمه مارسيو اللي ساعده على الهرب من الشرطه لما كان عم يهرب بالغابه وقت ما قتلوا راكيل. فراحوا وقفوا مع المعتصمين البروتست، واقفين معهم ولبسوا الوج دالي زي ما هن بيعملوا، وقفوا مثل العالم وعم يطلع. عم بلش البروفيسور يطلع هون انه لا الفان لا كل شيء، يعني راكيل اكيد 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 بعدها عايشه، ولانه شاف كمان رفيقه لمركز الشرطه انه مش طبيعي لانه هو بحبها، لازم يكون عم يبكي وحادد ومجنون، كان كثير طبيعي ومبسوط. فتاكد هون انه هي عايشه. فبيوم باليوم بالليل راح هو ورفيقه مارسيو على باب شرطي اسمه ثنسيسياس، المهم اسمه شيء، بس هو اصلع بيشتغل بمركز الشرطه. اوكي هذا الشخص راح البروفيسور ومارسيو اللي عنده على البيت هددوه انه منفجر لك البيت وهيك، فبدك توقف معنا وخذ هيدي مليون يورو، بدك تساعدنا بهذا الموضوع. فقال له انه ايه راكيل عايشه، قال له طيب كيف بدي اساعدك؟ قال له بتاخذ هالساعه بتلبسها وبتخلي راكيل تشوفك انك لبسها عشان تعرف شو بدها تعمل بالخطه الجاي. دانفر وسكوت هوم شو بصير؟ بيتركوا بعد، لانه دانفر بصير يغار ان هي صارت صحبه مع ريو، لانه ريو كمان حكى لمونيكا اللي هي سكوت هوم انه قصته مع التعذيب لما سيارة المحققة سيارة أخذته ودفنته هو عايش وهيك، فصار عنده حالة نفسية فصارت تواسيه مونيكا. كل المصايب بالجزء الرابع كانت من ورا باليرمو. باليرمو هو عمل كل المصايب بهذا الجزء. أوكي باليرمو إجا لوين؟ إجا بده يروح، لأنه ليه؟ لأنه طوكيو هي عم تأنقذ نيروبي، عم تعمل لها عملية. أوكي
صار هو بطل القائد هيك تخانقوا، فقالت له انه انا القائده هون وهالقصص، فتخانقوا. فباليرمو راح لبس ثيابه وصار بده يروح، حط متفجرات قال بده يفجر ابصر شو، وصار بده يروح وهيك. المهم حل الموضوع، حل الموضوع، بس هن ربطوا باليرمو وحطوه تحت مع اللي تركينهم اللي خاطفينهم، اوكي. فصار يحكي مع شخص اصلع اللي هو غانديا، هو حارس الامن للمحافظ كان بهيدا البنك، اوكي. وعلمه كيف يفك ايده من الكلبشات عشان يهرب. قام شو عمل باليرمو؟ نطر ريو لهو يراقب، لهو يكون عم يراقب عشان ما يهربوش المخطوفين. قام وبتعرفوا انتو ريو صار عنده حالة نفسية، فبطل فيه يقتل حدا وصار يخاف، ففك حاله غانديا وراح وحامل فرد ريو مش قدران يقوصه وبلش يبكي. هرب غانديا وبلشت هون المشاكل. طلع في غرفة امنة بشو بالمصرف، ما حدا بعده معه خبر فيها، لا بروفيسور ولا حدا. نزل غانديا عليها وبلش يقتل واحد واحد، مش يقتل بس اعلن الحرب عليهم لينقذ حاله. اهم شغلة انه هي نيروبي بقيت عايشة، بس طلع غانديا اول ما انفك شو عمل؟ غانديا اول ما انفك راح بده يقتل مين؟ نيروبي. وقال له قلتلك حقتلك يا كلبي، كنت دوبا اللي فايقه من العمليه اجى حط الغراض على حط المخده يعني على راسها وصار بده يقتلها، بس ما قدر يقتلها، شكته من بابره وهرب. لما هرب لقى طوكيو خطفها، وبعد ما خطف طوكيو بلشت المشاكل، اوكي. صاروا يلحقوه لغانديا من هون لهون بعد ما بلش يعمل الانفجارات. بعد ما بلش يعمل الانفجارات شو عمل؟ او شو نزل لمين؟ نزل لنيروبي. كمان رجع قال لها قلت لك بدي اقتلك يا كلبي، وصارت تضرب وتضرب وتضرب وما يمشي الحال. قام راح علقها هيك على الباب، علقها هيك على الباب وقال لهم اذا بتقربوا بدي اقوصها، او بس رجع بايدها. رجع قال لهم اذا بتخلوني اظهر من هون سليم بتاخذوا مين؟ بتاخذوا نيروبي. قام هو شو عمل؟ حمل نيروبي مسكها والفرد على راسها ومشي معاها، وهن برا واقفين على جنب، وعلى اساس تركها لنيروبي، تركها هي وراح. قام رجع وقف عيط لها يا كلبي، شو عيط لها يا نيروبي؟ على طول بعيط لها ويا كلبي، اوكي. فقال يا كلبي قلت لك حقتلك وقوصها براسها ونيروبي ماتت. فصاروا هن بدهم ينتقموا وصاروا يلحقوا، بس للاسف دنفر شو عمل؟ ركب بكونوبلي ورشقها، انفجرت بظهره لغانديا. فغانديا صار متصوب. فطوكيو شو عملت؟ طوكيو هون قالت له انه انا بساعدك وهيك، فعالجته شوي ورجعت خبطته وصارت هيك قصص وقدروا يهربوا. هلا بنرجع لمين؟ بنرجع لراكيل. راكيل شو عملت؟ راكيل اتفقت مع البروفيسور زي ما هن كانوا متفقين على خطط، بتعرفوا انت خطط البروفيسور ما بتخلص. ف راكيل راحت على المحكمة عشان يستجوبوها، راحت على المحكمة صارت تعمل زي ما قال لها البروفيسور انه تحكي كل الخطة وهالقصص. وبمجرد ما هن بدهم ياخدوها على الحبس دبر كمان شخصيات جديدة للبروفيسور وقدر يهرب راكيل، وهربوها لراكيل، وراكيل قدرت تفوت على البنك من قبل دنفر وغانديا وطوكيو والكل، لأنه من بعد ما طلعوا طوكيو هددوا غانديا انه بده يعمل 1 2 3، قام قدروا يهربوا لزبون، ولزبون تجي لوين؟ على البنك اوف سبين. هيدي اول شغله. شو بعد في؟ بعد في كثير قصص، القصص كثير مشوقه عن جد، كثير 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 حلو، بتمنى عن جد تحضروه لانه شيء كثير حلو. بس حقلكم اخر مشهد بالمسلسل. قبل ما اقلكم اخر مشهد بالمسلسل بقلكم انكم انا ارتوريتو ارتورو، يعني ارتورو ارتوريتو هيدا جن عادي، صار اهبل ومهووس، وكان ما حبيت شخصيته بهيدا الحلقه بهيدا الجزء. فانا نشوف بالجزء الخامس شو بده يصير. اوكي، اخر حلقه بالجزء الخامس بالجزء الرابع عفوا، اخر مشهد فيها ما هو سياره محققه سياره. البروفيسور شو عمل؟ كيف بدي اقول اياها؟ قال على النيوز على الاخبار انه
عملوا هيك 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 بريو، فهي صارت مطلوبة لمركز الشرطة. فشو عملت؟ هربت وصارت تنتقم وراحت تقتل البروفيسور. فعرفت مكان البروفيسور وين هو متخبي. ثائبت انه البروفيسور كان عم يحكي مع البنك، عم بيقول له انه طوكيو والشله كلها عم بيقولوا له انه لزبن صارت معنا، لزبن صارت معنا، وفور نيروبي بدنا ننتقم وكل شيء، يعني لنيروبي بدهم ياخذوا حقها. فبلشت الحرب الحقيقيه هالمره، حقيقيه حقيقيه حقيقيه. فمجرد ما يترك التليفون ويوقف هو مبسوط وبيبرم لورا، بلاقي محققه سياره قدامه مخفي مخفي بشعره وعيناته والقصص عشان هي مطلوبه صارت واقفة. وشو عملت؟ وبشحت السلاح عليه بس، وخلص هون الجزء الرابع. ظهر الدايركتور بعده مش عارف كيف بده ينهي المسلسل لانه كثير كثير حلو يا عمي كثير. هو الجزء الرابع متالف من 4 اجزاء. شو بدي اقول بعد؟ في كثير قصص يعني حلوه، فاحضروا المسلسل. ما بعرف انا اذا قلت لكم كل شيء، بس انه هون هني كل شيء. بس بدي اقول شغله، انه كانديا ما رجع بمخططهم اللي قالوا فيه على التليفون انه انا كانديا يلا انا طالع على السطح وهيك. هي كلها كانت لعبه من الشله كلها الجانج، وهو ما طلع وحيعذبوه وحياكلوه. متاكده انا بالجزء الخامس حيعملوا هيك، كلهم حينتصروا وما حدا تاني، وحيطلع كلهم براءة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بحبكم كثير كثير، ان شاء الله اشوفكم بالفيديو او الفلوج اللي بعده. سلام.